الفوز المتتالي للنادي الاهلي. النادي الاهلي في 2005 2006 فاز 11 فوز متتالي في بدايه الموسم. 2004 2005 فاز 17 فوز متتالي، يعني الرقم القياسي 17 فوز متتالي. 2002 2003 12 فوز متتالي. 99 2000 8 فوز متتالي، ده اللي هو زي النهارده. النهارده 8 فوز، يبقى احنا كده عادلنا رقم اللي هو موسم 99 2000. لسه 3 مواسم اللي هم 2004 2005 17 فوز، 2005 2006 11 فوز، 2002 2003 12 فوز متتالي. نتمنى ان شاء الله ان يتم تحطيم كل هذه الارقام. انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور احمد، والف مبروك. الله يبارك في حضرتك. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هستقبل كابتن ايمن دجيش، هنتكلم بقى عن الحالات التحكيميه في هذه المباراه.